نظرة الفجأة اللي رانا نشوفوها احنا اليوم، كي نحلوا الهواتف تجينا امرأة عارية، كي نكونوا نسوقوا في السيارة تقطع امرأة عارية، كي ندخلوا للسوق ندخلوا الحانوت نلقاو امرأة عارية، في كل مكان نلقى امرأة عارية، حتى في صور الإعلانات والإعلامات، حتى كذلك عندما نريد أن نرى الأخبار، أخبار العالم نرى امرأة عارية، في كل مكان امرأة عارية، فتن تدفقت، ولكن ليس لنا عذر أمام الله. ما نقدروش عند الله يوم القيامة نقول له الله غالب، شو نديره؟ نعميو عينينا؟ خلاص شفت أنت النظرة الأولى، خلاص جيت شفت امرأة أولا، غض البصر في الثانية، غض البصر في الثانية، غض البصر لا تنظر إليها، يعني هذه المرأة شفتها أنت في الأولى ما كنتش على بالك، غض البصر. أما إن كنت تعلم أن هذه اللي راهي جاية امرأة فسمعت طقطقة عليها أو سمعت شيئا يدل على أنها امرأة فلا تنظر أصلا، فلا تنظر، فالأولى ليست لك، الأولى عليك، الأولى تحاسب عليها، لأنك علمت أن هذه اللي راهي جايزة امرأة، خاصة إن كنت ذا شيبة وأنت تجلس في الطرقات تبحلق إلى حفيدتك، تبحلق إلى من؟ إلى ابنتك وأنت تنظر، هذا مرض في القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. خاصة إن كنت أيها الشاب ذا تكرار ومداومة وإدمان على الأفلام الخالية، لا أقول الإباحية، على الأفلام التي لا تجني منها إلا مرض القلب والعياذ بالله، لا تجني منها إلا الفساد وغضب الرب سبحانه وتعالى، لأنك لا تراعي أن الله يرى، لا تراعي بأن الله معك يراك وأنت تفعل هذه الأفاعيل. ولذلك عباد الله، والخطاب موجه للمرأة كذلك، لأنها لا يجوز لها أن ترى ما يفتنها من رجل أو امرأة. ولذلك يقول جرير بن عبد الله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك، اصرف بصرك، مشي لك، مشي الأولى تقعد تشوف أنت، بمجرد ما ترى اصرف بصرك، لأنه والله، وروح فكر فيها وحدك، أقسم بالله غير نتيجتها وخيمة، ما تجيب لك حتى فايدة، ما ليس فيها فائدة، مرض فقط، إما تكرهك في زوجتك إذا تنظر للنساء برا، وإما تثير شهوتك وأنت ليس متزوجا فتذهب تبحث على الحرام بأي طريقة كانت ولو كان استمناء، يعني راح تفعل فعلا مش مليحة، أو أنك تبقى مكبوتا مكبوتا بالنظر والمرض وتبقى على تلك الحالة وقلبك مريض. وريني فائدة من النظر، ما هي الفائدة؟ ليست متعة، لأن الشيطان كل المعاصي مبدأها اللذة، كل معصية يبدأ لك باللذة وبعدها خلاص، بعد تكره، تكره من تلك الأشياء، من تلك من ذلك النظر، نسأل الله يعافينا وإياكم. لذلك يقول العلماء: إن النظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فلنتق الله عباد الله بغض أبصارنا عن المحرمات. وقد قيل: الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده، فيكفي مطلق البصر من العذاب ما يورثه نظره من الحسرات والزفرات والحرقات، فيرى العبد ما ليس للعين قدرة عليه ولا صبرا عنه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه المشهور على غض البصر، يقول: ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى يتبوأ مكانا من قلب الناظر. يعني دائما أنت كي تنظر تنظر هذيك النظرة ما وصلتش لهذاك اللي تشوف فيه ولا المرأة اللي تشوف فيها، ما وصلتش، ما تشوف، هي تدي في الذنوب على العري تاعها بصح ما وصلت لهاش، يعني ما بلغت حتى رسالة من عندك أنت، واش تولي لك؟ يعاولي لك السهم هذاك يولي لك ليك أنت، وتبقى مريض القلب وخلاص، تبقى مريضا في قلبك وخلاص، هذا هو النظر تاع القلب.